السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلق على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، والسبق بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين، وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. أقول إن من رحمة الله عز وجل بعباده أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. في اللقاءات الفائتة إخواني اتكلمنا عن تعريف المشكلة، اتكلمنا عن أشكال المشكلات الزوجية، تحدثنا عن أنواع الشخصيات في المعاملات مع المشكلات الزوجية. تعالوا النهاردة واتكلمنا عن ضوابط حل المشكلات الزوجية ونفصلها فيما هو أد. تعالوا النهاردة نتكلم عن مشكلة جسيمة جدا في بيوت المسلمين تشكو منها كثير جدا 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 من الأخوات. تواصل على الواتساب، على الفايبر، على التليفون، على الرسائل، على الصفحات، في مشكلة كبيرة وفعلا موجودة في كثير من بيوت المسلمين. تعالوا نقول ان المشاكل، في مشاكل تختص بالمرأة، المرأة تشتكي يعني، وفي مشاكل تختص ان الزوج يشتكي، وفي مشاكل الاثنين بيشتكوا. هذه المسألة خاصة 99% منها ان الاخوات او الزوجات أو النساء في البيوت يشتكين من هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة مشاهدة المواقع الإباحية. مشاهدة المواقع الإباحية، إحنا عايزين نقول لا شك إن مشاهدة كل ما هو محرم حرام شرعا. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والله عز وجل لما قال: ولا تقربوا الزنا، شوف ربنا عز وجل تدبر الآية، قال الله عز وجل: ولا تقربوا، لم يقل ولا تزنوا، ولكن الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، لينهى عن المقدمات من نظرة وسلام وكلام وخلوة واختلاط ومصافحة ومغازلة وتلفونات ورسائل ورنات، كل ده يؤدي إلى ما هو محرم، أي إلى الوقوع في الفاحش. فاحنا عايزين نقول يا إخواني، لا يشك إنسان عاقل أبدا إن مسألة مشاهدة المواقع الإباحية ده خطأ جسيم، بل هو كبيرة من الكبائر وأمر محرم وخطر جسيم يعود بالضرر على الزوج في دينه. أولا بيضعف عنده الإيمان ويتسلط عليه الشيطان، ثم على صحته وعافيته، ثم على علاقته بزوجته وأسرته وأهله والمجتمع جميعا من حوله، حتى بيبقى غير مأمون في علاقته ببنات عمه وبنات خاله وبنات، إذا كان معروف ذلك عنه في العائلة. عشان كده عاوزين نقول للأخوات هذه قضية مهمة جدا، عارف أنها تؤرق الأخوات في البيوت، عارف أنها عاملة مشاكل كبيرة جدا، وكم من أخوات كبتة ده جواها، عارفة أن زوجها يشاهد ما هو محرم ومع ذلك مش قادرة تتكلم، تقول هقول إيه، أحكي لمين، أشتكي لمين، فتبعت رسالة لواحد داعية، لواحد شيخ، لواحد متخصص، أعمل إيه وأروح فين وأجي منين. والأمر فعلا ده مؤرق الأخت في بيتها، مأرق الأخت إن خايفة إن المعصية دي تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، تؤدي إلى حدوث حالات الطلاق. وكم من حالات طلاق قد حدثت بسبب السبب الرئيس في المشاكل الأسرية، المعاصي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لما تلتقي الدنيا ولعت وفعلا عندك مشكلة كبيرة بينك وبين زوجك في البيت، أول حاجة اتهم نفسك واتهم زوجك على إن أنتوا الاتنين مقصرين مع الله عز وجل. عشان كده عايزين نقول إحنا مشفقين على الأخوات، إن دي مشكلة كبيرة، ولكن الأخت لازم تعرف كيف تتصرف مع هذه المشكلة بحكمة.
كيف تتصرف مع هذه المشكلة بذكاء. أنا عايز أقولك يا بنتي، عايز أقولك يا أختي، إن وقوع الأزواج في مشاهدة هذه المواقع الإباحية بيكون على ثلاث صور ملهاش رابع. الصورة الأولانية إن يكون مبتلى بها من قبل الزواج أو من بعد الزواج ومش قادر يسيبها ويشاهدها خفية، لأن في بعض الأزواج قد يجلب امرأته إلى ما هو محرم، وسيأتي الكلام. يبقى الأول الصورة الأولى إن يكون مبتلى بها من قبل الجواز أو بعد الزواج ولم يستطع تركها ويشاهدها خفية ولا يود ولا يحب إن زوجته تعرف هذا الكلام، ولكنه وده بقى الكلام لا يجاهد نفسه على ترك أو الابتعاد عنها، بل هو مستمر على مشاهدته. يبقى دي الصورة الأولى. الصورة الثانية إن يكون قد صارح زوجته ومش هيصارح زوجته في الغالب إلا إذا كانت الزوجة مقصرة أو الزوجة تشاهد الأفلام والكليبات والمسلسلات والأغاني والموسيقى والصور ما هو محرم. فالثاني بقى الصورة الثانية أن يكون قد صارح الزوجة بذلك ولا يشعر بأي حرج، يعني متبجح، بل هو مصر على فعل ذلك ولا يرغب بترك ذلك ولا يشعر بخوف الله عز وجل، وإذا ذكر بالله عز وجل لا يتذكر ولا بحس بتأمير تأنيب ضمير ولا ندم ولا إن ربنا عز وجل مطلع على عمله ولا إن ربنا عز وجل مراقبه. ده الصورة الثانية. الزوج الثالث أن يكون ممن يحب الله ورسوله ولكنه يشاهدها في حالات الضعف وفي حالات الغفلة وحين يكون بمفرده ولا يجاهر بذلك بل يخفيه. يبقى احنا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى واحد مبتلى بها قبل الجواز أو بعد الزواج ومش لا يستطع تركها بل يشاهدها خفية ولا يود أن زوجته تعرف عن ذلك أي حاجة ولكنه لا يجاهد نفسه في ترك ذلك. الثاني زوجته عارفة ولا يشعر بأدنى حرج بل قد يدعو امرأته إلى مشاهدة ذلك، ده لا بحس بخوف من ربنا ولا تأنيب ضمير ولا أي كلام. الثالث أن يكون ممن يحب الله ورسوله ولكنه يشاهدها في حال الضعف وفي حال الغفلة وحين يكون بمفرده ولا يجاهر بذلك بل يخفيه. أنا عاوز أقول للأخوات كل صورة من الصور الثلاثة دول لها معاملة. إذا كان الزوج ممن يجاهر بالمعصية، ممن يجاهر بالمعصية يعني عيانا في وضح النهار قاعد زوجته راحة جاي شايفاه بيشوف الحاجة الحرام دي، ده واقع؟ أيوة نعم واقع، وإن كان ذلك قليلا. يبقى أن يكون ممن يجاهر بهذه المعصية ولا يخفيها. اللي زي ده محتاج النصح المباشر، نحتاج إلى النصح المباشر. زوجته تقول له اتق الله لعلنا نعاقب بهذه الذنوب، والزوجة تبين لزوجها عدم الرضا لهذا الفعل، وعلى الزوجة أن تشعر بأن هذا يؤذيها وتتخذ معها موقف حاسم. طب إن لم يكن فلتذهب إلى بيت أهلها، وسيأتي تفصيل ذلك في العلاج. يبقى الأولاني بفعل مباشر محتاج نصيحة مباشرة من زوجته. طب الثاني بفعله في حال الخفاء ولا يحب أن زوجته تطلع عليه، فبنقول على الزوجة ألا تتجسس على زوجها. دي النقطة الأولى، ألا تتجسس على زوجها، فقد نهينا عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا اشتربوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا. الحديث ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته. فيا بنتي إذا كان زوجك يفعل ذلك خفية، يا أختي إذا كان الزوج يفعل ذلك خفية فلا تتجسسي عليه. ثم طب كيف تكون النصيحة؟
بشكل غير مباشر. سمعت ان في ازواج بيعملوا كذا كذا، ايه رايك الازواج دول زوجات تتعامل معاهم ازاي؟ تحكي له قصه واحد عمات على سوء خاتمه او على حسن خاتمه تذكره بالجنه والنار. طيب يبقى احنا بنقول الاول مجاهر يحتاج النصح المباشر، الثاني غير مجاهر يعني يفعل ذلك خفية، بنقول للزوجة لا تتجسسي علي، إنما الأمر يا أختاه عليك بالنصح غير المباشر. هذه المشكلة في الغالب ليست جديدة، المشكلة دي مش جديدة عليه، فلعل المشكلة دي تعود على ممارسة أي عادة حرام قبل الزواج. فالأمر يحتاج إلى أختنا الكريمة، يا بنتي يا أختي، الأمر يحتاج إلى الصبر الجميل. ابنك لو إنه مبتلى بمرض معدي والطبيب قال علاجه هياخد 6 أشهر، تدعو ربنا وتتذللي وتبكي وتحافظي على صلاتك وتبدأي تتصدقي وتسألي الصالحين الدعاء له وتطبطبي على الولد وتاخديه في حضنك وتحسسيه بحنيتك، كل ده بتعمليه مع ابنك، اعمليه مع زوجك في هذا المرض بالذات. فالأمر يحتاج إلى الصبر الجميل. هديكي 20 نصيحة اعملي بها والله الذي رفع السماء بلا عمد، أحسبها ستأتي معك بنتيجة طيبة، ولكن مع الصبر الجميل، مع الصبر الجميل. 1، الصبر والصلاة والدعاء. الصبر والصلاة والدعاء. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: والصبر كنز من كنوز الجنة لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. والأحسن من ذلك أن الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. كل ما تتقرب ربنا أكثر بالطاعة، ربنا عز وجل يصرف عن جوزك شياطين الإنس والجن. تقربي إلى الله تعالى بالصلاة، تقربي إلى الله عز وجل بالذكر، تقربي إلى الله تعالى بالاستقامة. شوفي يا أختي، الله عز وجل خاطب نبينا محمد، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما أنت صدرك ضيق باللي بيعمله واللي بنشوفه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. 1، فسبح بحمد ربك، الذكر. 2، وكن من الساجدين، الصلاة. 3، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الثبات على المنهج وعلى الطاعة حتى الممات. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، آمين. يبقى 1، صبر، الدعاء، الصلاة، ذكر، الاستقامة، تقربي إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. 2، الرفقة. تعاملي مع جوزك مش على إنك أساس إن أنت الصالحة التقية وهو الشيطان الرجيم. تعاملي معاه برفق، هذا بلاء، ده مرض من الأمراض. لازم نتعامل معاه برفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانه، فعليك بالحكمة والرفق. توددي إليه بالكلام الطيب والكلام اللين، وأسمعيه اللي بيسمعه في الشارع، واللي بيسمعه في الكليبات، واللي بيسمعه في الأتوبيسات، واللي بيسمعه في العمل، واللي بيسمعه في المواصلات، واللي بيسمعه في الأندية. سمعيه الكلام، ما بيقولش، قول انت، قول انت، فعلي ذلك لله. المرأة الصالحة هي التي إذا ظلمت من زوجها بتحط ايدها في ايده، تقول: هذه يدي في يدك، لا اذوق غمضا حتى ترضى، مع انه هو الظالم. يبقى متشبهه بنساء اهل الجنه. عشان كده بقول لك الرفق، اوعى تحط نفسك في مقام الشيخ او الشيخه وهو في مقام التلميذ اللي بيتعاقب، لن يقبل منك. عشان كده قلت لك ان في بعض الشخصيات من انواع الازواج الزوج الهجومي، اول ما تيجي تتكلمي كلام معاه اخرسي، ما تتكلميش، ما تنطعيش، ما تقوليش انت مالك، انا حر. هتسمعي كلام يؤذيك. طب اعمل ايه؟ الرفق. الرفق والحكمة واللين. الرفق والحكمة والحلم
واللين والصبر والدعاء والذكر والطاعة والاستقامة على منهج الله. ثلاثة، إياك أن تفقدي أعصابك أو تغضبي الغضب المذموم. لما تنتهك حرمات الله عز وجل انت بتغضبي غضب محمود، لك الحق ان تغضبي ولكن ما تظهريش في وش جوزك كده مسألة الغضب الشديد وتشوري وتزعقي وتقولي وتعايري. اوعي يا بنتي اوعي، فلعلك تبتلي، هو ربنا يعافيه وتبتلي انت. اياكي واياك ان تعير اخا لك. وانا عايز اقول لك كلمة التبعير جابوا حامل بن سيرين، إن من ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتمه خيرا. جوزك اللي وقع في المصيبة دي في خير، لما تقول له هات صدقة لله، ده في ناس محتاجة أقول له خدي. طب عاوزين نفطر ناس في رمضان نفطرهم، طب عاوزين نجامل فلان هيجوز بنته نجامل، عاوزينك تروحي العزاء عشان نروح. في خير، في جانب خير. عشان كده بقولك لا تكوني في مقام الشيخة وهو في مقام التلميذ وتتعالي عليه. يستحيل أن يستقيم لك أبدا، يستحيل أن تستقيم لك حياة. الأمر يحتاج إلى خفض الجناح، يحتاج إلى المسكنة، يحتاج إلى التذلل، يحتاج إلى التواضع، يحتاج إلى الرفق، يحتاج إلى اللين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مش هيسمع منك وسيذهب الى صحبه السوء، حتى لو ضيقت عليه في البيت هيروح يشوف بره عند اي حد. ولذلك ينبغي النصيحه الثانيه او الثالثه، الرفق. ثم اياك ان تفقدي اعصابك او تغضبي غضبا غير محمود. الغضب غير محمود هيفقدك صوابك وهيخليك تعيريه ويعتقد ان انت بتستأسدي عليه، وسيكسرك وكسر المرأة طلاقها. أعمل إيه؟ الرفق واللين والرحمة والهدوء، ما تغضبش غضب مذموم. طيب أربعة، أظهر الاهتمام والتزين للزوج، حق جوزك اللي بشوف القرف الموجود في الشارع محتاج يرجع بيته يلتقى مراته متزينة متطيبة. والمرأة العاقلة، المرأة العاقلة قبل ما زوجها يرجع البيت بساعة البيت متوضب مبخر مطيب، ملبس الأولاد لبس نظيف، لبسها جميل. حتى لو عندك فستانين، مرة تحط عليه وردة تخيطيها، ومرة تشيليها، ومرة تعملي تسريحة شمال، ومرة تسريحة يمين، ومرة تضربي شعرك في الخلاط. غيري في شكلك قدام جوزك يا أختي. التزين يأسر قلب الزوج. كل يوم بنفس الملاية، كل يوم بنفس الأمطة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من فعل الشيطان. هيشوفك برة شايف النساء معاذ الله، تقول له يا أستاذ فلان لو سمحت بالله عليك هتلاقي بس الدفتر اللي فوق ده، يقول أجري زي العفريت على الحيطة أجيبهولك. ليه؟ ما هو في البيت شايف الدنيا خربانة، هو دخل البيت زوجته متزينه لابس نقاب مش شايف حاجه. يا عم قول كلمه حلوه. على العكس، هو بيحتال عليها تتزين، واذا عملتها ساعه بعد نص ساعه ترجع للجلابيه بتاع المطبخ تاني. يا بنتي هتفقدي زوجك، هتفقدي قلب زوجك، هتفقدي موده زوجك. ينبغي في مثل حاله زوجك دي مشاهده ما هو محرم اظهري الاهتمام والتزين. اتكلمي من طرف مناخيرك، ها اتكلمي بكلام لين. المرأة تحتاج الخضوع بالقول مع زوجها، ده منهي عنه، ولا تخضعن بالقول. الرجال الأجانب، طب مع الزوج اخضعي بالقول، تزيني تطيبي عودي قاعدة لطيفة قاعدة جميلة، اللي بيأكله اللي بيحبه. طيب خمسة، اكثري من كلام الحب ومن كلام المودة ومن كلام الألفة، وأرسلي له رسائل على المحمول ورسائل على الصفحة بتاعته على الفيس، وابعتي له على الواتساب، وابعتي له على الفايبر، واكتبي رسالة جميلة طيبيها وحطها في جيبه وشوفها ورايح الشغل الصبح، وقولي له كلام يشبع العاطفة عنده عشان يلتفت إليكي. قال لسه بقول لإخواننا اللي بيقول لي عاوز أتجوز،
تقول لما تتجوز اولاني اتجوز تاني. يعني ايه؟ يعني زوجتك اللي معاه اتجوزها من جديد، يعني جاهد معها، علمها وربيها وتودد اليها وربي اولادك وعيشوا حياه سعيده كحياه المؤمنين والمؤمنات، وبعدين يبقى اتجوز. وانا انصحكم بالحلقه اللي كان بيتكلم فيها اخ الشيخ مسعد، لسه اخواننا بلغوني عنها عن التعدد، اسمعوها ان شاء الله تعالى تفيد الاخوات، وسياتي الكلام ان شاء الله فيما هو ات. يبقى اكثري من كلام الحب والموده وارسال الرسائل الطيبه، وسمعي كلام حلو. حبيب قلبي والله وحشتيني، ده البيت من غيرك مظلم، الكلام بتاع الاخوات وانتوا اساتذه في كده، بس مش عارف بخلالين بالكلام ده ليه، وانا اعيبه، كل العيب على الاخوات. لو زوجها قال لها حبيبه قلبي احنا عندنا بعد اسبوع فرح اخت صديقي وداعي العيله ان احنا هنروح من قبل الفرح بخمس ايام، تشتري جزمه جديده او تلمع الجزمه لو الجزمه عندها بقى لها ثلاث سنين، وتكوي الملابس والبرفانات والدنيا وتحت النقاب اي لينرو ماسكارو شادو ايه كمان يا عم، وكل حاجه تبقى قدام الاخوات. ومن ضمن هقولها عدم الحكمه، ترجع البيت تقول يا النهارده كانت ليله، الله اكبر، مرات الاستاذ فلان كانت عامله واحد اتنين، اعوذ بالله، ايه يا بنتي ده؟ انت بتجرئي زوجك على الذنب؟ بتجرئي جوزك ان يعرفها يتصورها ويتخيلها؟ اعقلي يا بنتي، افهمي يا بنتي، الله يهديك ويصلحك. ثم ان انت لما بتيجي تروحي الفرح تتزيني، تتطيبي، تتجملي، خلي الكلام ده في بيتك يا بنتي. انت طالعه ان شاء الله يقولوا عليك عفريتة اخر الزمان، بس ما في بيتك منتهى الجمال، البيت ده مملكتك، اسمه مملكة الحب والمودة والرحمة والألفة بينك وبين جوزك. عشان كده بقول لك جوزك بيشوف الحرام ده، لا، أكثري من كلام الحب والمودة وإرسال الرسائل والتودد إليه. طيب، من طرق العلاج مما يساعد، دايما ذكري زوجك بالصفات الحسنة اللي فيه. ما شاء الله عليك، الله أكبر، الشياكة والجمال ده، ما شاء الله عليك، ساعة الصلاة تحافظ على صلاتك، الله أكبر عليك، ما ده أنت صوتك جميل في القرآن، ده أنا ما سمعتوش بقالي ثلاث سنوات، بالله عليك تصلي بينا العشاء النهاردة وتمدحيه، بر أبوه أمه، ما شاء الله عليك، ده قد يكون سبب غفران ذنوبك برك بأبوك وأمك، قد يكون سبب دخولك الجنة برك بأبوك وأمك، ما شاء الله عليك، مش بخيل علينا، الله أكبر، دايما الثلاجة فيها الطعام والشراب، ما شاء الله عليك، لما بيجي حد من أي حد من أهلي أو من أهلك الطعام يفرش في البيت، ونستقبل الناس ونخدم الناس، ذكريه بالصفات الحسنه اللي تخليه ينتعش، يبقى حاسس ان ما زال فيه شيء من الرجوله. طيب، كذلك اجمعي فتاوى العلماء وادخلي على المواقع او اولادك او حد من اخواتك يجيبوا لك الأضرار التي ستعود على الإنسان بسبب مشاهدة ما هو محرم. اجمعي الكلام ده وحطيه لجوزك في رسالة على الصفحة بتاعته، أو ابعته له على الواتساب، قول له قرأت كذا كذا كذا، ودي فتاوى العلماء، مش بتتهميه، بتبعتي له بس، قول له والله ده من باب التذكير بالله. خلي أختي تبعتها لك ولا تجمعها ولا أنت تجمعيها، واقرأي الرسائل دي عليه، يا إما تقرأيها معاه أو ترسليها له هو يقرأها. ذكريه بالله عز وجل. كذلك استعيني ببعض الأخوات الصالحات من صديقاتك. تبدأ تكلم زوجها إن عاوزين ننشئ علاقة طيبة بينك وبين زوج صاحبتي فلانة. اختصارا لازم نزق عليه صحبة صالحة. صحبة دينة، صحبة تقية. قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هو هيستفيد من الصحبة الصالحة. هتقولوا تعالى نروح الجمعة مبكر، طب من سنن الجمعة، وأنا بقول لإخواننا عشان نغادر الجمعة، من سنن الجمعة كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قرأت سورة الكهف مش مرفوعا إلى النبي موقوفا على الصحابة كما صنع ذلك الشيخ مصطفى العدل ربنا يحفظه. ثم مع ذلك لبسي أجمل الثياب البياض والتطيب واستخدام سنن الفطرة والذهاب إلى المسجد مبكرا، كل ده مما يهيئ القلب لاستقبال ما سيسمعه. فما كل صحبة صالحة تبدأ الصحبة تشده إلى المساجد، إلى مجالس العلم. طب اسمع الشيخ فلان، طب اقرا للشيخ فلان، طب صدق انا سمعت المحاضره قالت كذا، طب الشيخ قال كذا، وانت كذلك. ده من ضمن العلاج، اللي بتسمعيه لخصيه، اللي بتسمعيه لخصيه في ورق عشان ما تنسيش كلام ينسي بعضه بعضا. الكلام اللي انت بتسمعيه مني ومن غيري من اخواننا الدعاه، ابداي امسكي ورقه وقلم وفرغي مثل هذا الكلام، وذكري زوجك بالله عز وجل. تتكلم مع واحده صاحبتك، زوجها يتصل عليه، يتواصلوا مع بعض، تعملوا عزومه في البيت عندكم، انتوا النساء مع بعض والرجال مع بعض والاولاد هم بيلعبوا، يبدا يحصل فيه علاقه طيبه. وممكن اختك الصالحه دي تلمح ببعض الكلام لزوجها، فيبدا يلمح له ببعض الكلام، ان يحكي له قصه، يقول له حاجه، ده والله منكرات انتشرت واحنا ممكن نعمل ايه، والزوجات بتشتكي من كذا وكذا، يبدا الكلام ياتي بطريقه غير مباشره. طيب اياك ان تعتقدي بأنك معصومة من الخطأ. اوعي تعتقد كده، احنا كل انسان فينا ممكن يذل. شوف يا بنت، ربنا عز وجل قال في الآية: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت للمتقين. شوف بقى ربنا قال ايه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربنا بيتكلم عن المتقين، صفات المتقين، ثم قال: والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. يعني ربنا بيتكلم عن المتقين وذكر أنهم قد يقعون فيما هو محرم. والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الآيات. إذن اوعي تعتقد أن أنت معصومة. تعاملي مع زوجك وانت حذره. اوعي تتجسسي، لعل لقطه صوره تقع في قلبك تفسد عليك دينك ودنياك. احذري ان انت تتعاملي من برج عالي على ان هو اللي بيقع في كل الكبائر وانت ما عملتش حاجه خالص. اوعي يا بنتي، لا لا لا، لابد من الرفقه، لابد من اللين، قلبك يعتصر. ابنك الصغير لما بيمرض تاخدي الولد في حضنك وتقبليه وتبكي عشان ابنك. جوزك عاوزك تعملي معاه كده في المصيبه دي، تقربي اليه وتوددي اليه، وابكي من ايد ربنا، وابكي من ايد زوجك، واسالي ان ربنا عز وجل يرفع عنكم البلاء وان ربنا يصرف عنكم الشياطين. عايز اقول لك دايما في بيتك اقراي سوره البقره، الشياطين بتفر. اقراي الاخلاص والمعوذات، اقراي ايات، اقراي الفاتحه ام الكتاب، الشياطين تنفر مع سورة البقرة. ما البيت لما يمتلئ بالشياطين المعاصي تكثر، والشياطين قد تأتي عن طريق حريم السلطان اللي خارج دماغ النسوان والنسوة. والله ما بشوف حاجة، ربنا عافينا وعافيكم. عن طريق الموسيقى، مقاطع الموسيقية، عن طريق الكليبات، واقفة في المطبخ شغالي القرآن، استريحتي امسكي مصحفك قبل اول ما تقومي النوم، تصلي تقعدي تمسكي المصحف تقرأي، اقرأي سورة البقرة، مش تاخد منك ساعة لله عز وجل عشان الشياطين تفر. قراءة القرآن كما قال ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قراءة القرآن مع ذكر الله عز وجل يتسع عليك البيت، ومع قلة تلاوة القرآن ووجود المعاصي يضيق البيت على اهله. حتى تقول لك ايه القرف ده يا بنتي، ده انت الشقة اللي قاعدة فيها دي ممكن نجوز فيها ثلاثة شباب مع بعض، كل واحد ياخد له حجرتين والحمد لله رب العالمين. تقول لك لا تاني خناقة، هتجوز الشقة دي، والله العظيم من المضحكات المبكيات. كلمنا أخي مرة، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا فلان اللي شغال في التمثيل. ولا ماشي يا عم، أهلا وسهلا. هقول له إيه يعني؟ جزاك الله خير على أفلامك ومسلسلاتك يا سيد، أهلا وسهلا. قال والله احنا عندنا مشكلة عاوزينك تزورنا وبتاع وكده، حددنا ميعاد بعد اسبوعين ثلاثة مش متذكر. المهم ركبت العربية مع الأخ ورحنا. مش نقول لك المعاصي تعمل ايه؟ لو البيت كده يحس ان هو كده.
وانا داخل على باب الفيلا لقيت ما شاء الله كده ثلاثه يعني الجماعه اللي هم ايه ويخلق ما لا تعلمون، حاجه كده مش باين لها ملامح. بعدين عشان توصل من اول الفيلا تدخل من اول الحديقه او البواب عشان تدخل اول الفيلا محتاج توك توك رقم 47، حاجه ما شاء الله كده يا شيخ عمران. المهم دخلنا وبعدين قعدنا لقيت واحد طالع لي كده زي البسكويت النايتي، هو يعني ايه ولمس الحريري يدمي بنانه، يعني لو لمس الحرير يتعور، حاجه يعني منتهى البسكويت خالص. ازي حضرتك؟ ويضحك وبتاع والدنيا كانت زي الفل. ايه يا عم الموضوع؟ قال لا اما تيجي الحكومه، ما تيجي الحاجه الاول، ما تيجي زوجته يعني. ماشي يا عم. فجت الاخت بقى بتتكلم وبعدين من ضمن الكلام انا ما شايف ما شاء الله لا قوه الا بالله، المكان اللي قاعدين فيه ورب الكعبه يتجوز في 10 من الشباب، بحلف بالله حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. الحديقه بقول لك تركب توك توك من اول البوابه لما توصل لاول الفيلا، يبقى الفيلا نفسها عامله ازاي؟ حاجه ما شاء الله. وبعدين ضمن الكلام ايه القرف ده؟ قرف ايه يا حاجه؟ فين القرف؟ مين يا ست قولي لي؟ بالله علي اعيش انا في مكان زي ده؟ مكان زي ده ايه؟ ماله؟ في كهرباء؟ في مش نظيف؟ فيش عندك خدم؟ ايه الموضوع؟ المكان ضيق كده وحش. قلت سبحان ربي العظيم. ربنا يقول ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا سواد. هي شايفه كده، شايفه ان القصر اللي قاعده فيه ضيق عليها. ليه؟ لا يذكر فيه اسم الله عز وجل ابدا. ذكرش في اسم ربنا، لا بتقرا قران ولا يعرفوا حاجه عن الصلاه ولا يعرفوا حاجه عن الطاعه، هو طول اليوم الموسيقى والكليبات شغاله والافلام والمسلسلات والحمد لله رب العالمين وعشنا على كده وخلاص. ايه ده؟ فلذلك بقول لك يا بنتي يا صالحه يا تقيه يا دينه اكثري من تلاوه سوره البقره في البيت عشان تنصرف الشياطين، اكثري من ذكر الله عز وجل. زوجي غفلان ذكري حبيبي يبقى خلاص يعني عن المغرب ساعه، يلا اتفضل اقرا اذكار المساء، نقرا كده مع بعض بالله عليك. اذكار المساء تقرا من بعد العصر الى وقت المغرب غروب الشمس، واذكار الصباح الفجر الى شروق الشمس. تبدا تذكريه بالله عز وجل ليتذكر، والله العظيم لعلي لما ينصلح حاله يكون هو افضل منك عند ربنا، اقسم بالله. وكم من انسان تاب بسبب كلمه، بسبب موقف، بسبب قصه، بسبب بكائك يبكي وتذلل من ايد ربنا. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله فيكم يا شيخ. فيكم بركه. الله يكرمك. الله يكرمك. انا بس كنت هسال حضرتك سؤالين ان شاء الله. هو في اخت يعني كل ما تبص في المرايه مثلا او تشوف مثلا تبص لبنتها او كده تحسب ممكن تحسب نفسها او تحسب بنتها لدرجه انها ما بقتش تبص في المرايه بقالها 9 شهور تقريبا، تحصل مشاكل يعني بص في المرايه تحس ان في مشاكل بتحصل لها. ومره حلمت انها شافت حضرتك في المسجد بتقول لها اقري سوره الفلق، فدي مش مره حلمت برضه انها بتبص في المرايه شافت عين زرقاء وعين خضراء، وشافت قطه قبل كده بتبص لها من البلاعه في الحمام يعني وهي بتبص في المرايه برضه، فهي متعقده من الموضوع ده. كانت بتشوف ساعات دم في الحمام، تشوف دم ساعات في الحمام. والسؤال الثاني معلش، الزوج يعني لو هو مثلا ظلمني يعني مثلا امي يعني اكلمه زي امي يعني مثلا كان انا بقى بمنتهى يعني كان انا مثلا يعني منتهى الاحترام، ولا ممكن مثلا يبقى في نقاش شويه انا اقول له مثلا لا انت المفروض ما تعملش كذا ولا مش عارف كده، يعني هل يكون بنفس المستوى ولا ممكن يكون في جرأه اكتر شويه؟ وجزاكم الله خيرا. جزاكم يا اختي الله يكرمك الله يسعدك. حاضر حاضر. اتصل ثاني. السلام عليكم. الاخت بتقول ان الاخت تنظر في المرآة بترى اشياء او بتحسد نفسها او بنتها. عايزين نقول بان الحسد ورد في القرآن، والله عز وجل يقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. بنقرا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحاسدوا. المهم الحسد موجود، ايوه نعم له حقيقه له حقيقه. ونظره الحاسد كاسنه الرماح. شوف الرمح لو دخل جوه واحد يقتله جسمه، فكذلك نظرة الحاسد أشد من أسنة الرماح. وأنا كتبت كتاب عن الحسد والوقاية منه فذكرت في هذا الكلام بالتفصيل. عايزين نقول إن الأخت بتقول شوف حاجات وحد وصاها في المنام تقرأ سورة البقرة أو مثل هذا الكلام. يا بنتي الإنسان قد يحسد نفسه، الإنسان قد يحسد نفسه. ان شاء الله قميص ايه الحلاوه دي والجمال ده، ما فيش حد قدي، وهي تقعد تقول عن نفسها كده. طب اعمل ايه؟ قول يا بنتي ما شاء الله لا قوه ما شاء الله ما شاء الله. ولولا اذ دخلت جنتك
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم أمر آخر، إذا كان الحال كما تصفين كما تصفين وقلنا أن هذا يدخل في دائرة العين أو الحسن أو غير ذلك، عليك بقراءة سورة البقرة والإخلاص والمعوذات، اقرأيها يوميا لمدة شهر، وحافظ على أذكار الصباح والمساء، حافظ على أذكار النوم، كل 7 تمرات على الريق اقرأي هذه الآيات على ماء واغتسلي بهذا الماء، إن هذا إن شاء الله تعالى مما ينفعك. الأمر الآخر، زوجك غفر لك، أنا عاوز أقول لك إذا أردت أن تكوني من أهل الجنة حط إيدك في إيده وقولي له هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، مع أنه هو ظالم لك، وبعد إن أردت الدرجات العلى. ثم الأمر الآخر، إن قش ما فيش مشكلة، بس بقول لك لو أنت متابع حلقتنا اللي فاتت كنا بنتكلم على أنواع الشخصيات أخي، أنواع الشخصيات قلنا الشخصية هجومية، شخصية طبيعتها انسحابية، شخصية عندها حكمة وشخصية عندها مكر وخديعة ولؤم، فأنت حاولي تعرفي شخصية زوجك على ما قلنا سابقا، ومع ذلك لو تناقشت معاه بنوع من الحكمة والأدب والرقة ومش على سبيل الاتهام، حبيبي أنا بستفسر منك أنت قلت كذا، فالكلام ده أنا يعني عاوز أفهمه معناه إيه عشان ما أحملوش على المحمل غير الحسن، وأنا أحسن الظن بك، وإن كان كذلك إن شاء الله تعالى ليس في الأمر حرج عليك. حاضر، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سامعني؟ نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال، بس هو زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الحلقة ديت، زوجي مبتلى بالمشاهد كده بس سرا يعني لا يجاهر بها، فأنا يعني أنا اكتشفت ده يعني بشوفه في وقت وبعدها يعني، فحاولت أتأكد فللأسف شفت حاجات زي كده، فحسبت من الحلول ان انا اتزين له كده، فبس الصراحة يعني انا ما مش قادرة، ما بقيتش قادرة اعمل كده معايا. تابعيني يا اختي. حاضر، تابعيني، الله يصلح حالك وبارك في عمري. حاضر، السلام عليكم. حاضر، الاخت بتقول زوجي يشاهد. ركزي في الكلام اللي انا قلته في البداية، واذا كان، ودي نقطة مهمة جدا، انت قلت لي ان زوجك لا يفعل ذلك الا سرا، اوعي تتجسسي، لا تتجسسي عليه، ولا تدخلي تشوفي عمل ايه وادى ايه وسوى ايه ابدا، لا تتجسسي عليه. ثم امر الاخر بنقول ما ذكرنا من صبر، صلاة، الدعاء، الرفق، اياك ان تفقدي اعصابك او الغضب المذموم، اظهري الاهتمام والتزين، اكثري من كلمات الحب والمودة وارسال الرسائل التودد اليه، ذكره بما فيه من صفات حسنة طيبة، اجمعي فتاوى العلماء واجمعي الاضرار، ارسلها على رسالة، واتساب، على الفايبر، على التانجو، على اي حاجة، استعيني ببعض الاخوات الصالحات تكلم مع زوجها وبعدين يبدأ يتواصل هو معاه، ويحصل في زيارات عائلية، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ويبدأ يتكلم معاه باسلوب غير مباشر حتى يصل الى الخير معاه. إياك آخر حاجة قلناها، إياك أن تعتقدي بأنك معصومة، اوعي تعتقدي أن أنت معصومة من الوقوع في الخطأ، قلنا حتى ربنا بيتكلم عن صفات المتقين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم أكثر من قراءة سورة البقرة عشان الشياطين جاي البيت، تؤدي إلى ما هو حرام، تخليه يقع في كل حاجة، الموسيقى والأفلام والمسلسلات والصور المعلقة، صور الأرواح ومثل، تمنع دخول الملائكة إلى البيت. ده بعمل إيه؟ شيل الكلام ده كله، خلي البيت بالطاهر طيب في عفاف، نقرأ سورة البقرة يوميا، حافظ على إخلاص المعوذات، نكثر من النوافل في البيت حتى يتسع علينا البيت وحتى يكون البيت بيت إيمان. طيب، ذكري زوجي بحسن الخاتمة وبسوء الخاتمة. أنا أقسم بربي، أقسم بربي، بعض ما شيخي قال لي، اتصل عليه اختي في وقت كانت بتحضر معاه الدروس، هو يعرفها، كلمته في وقت متاخر من الليل، قالت له والله انا عندي مصيبه، تعال الان. اجي الان فين يا حاجه؟ وزوجها مسافر ومفيش معاه الا ابنها الوحيد. فبيقول خدت مجموعه من الشباب، لما عرفت خطوره الامر ذهبت، وجدت ان شابا ابنها، هذا الشاب من شوفوا الاشياء المحرمه، قال فدخلت عليه فوجدته عريان كيوم ولدته أمه، وهو أمام الشاشة، والشاشة شغالة على شيء من الأشياء الإباحية، وقد وجده وهو ميت، مات على هذا الحال، أمه لم تجرؤ أن تدخل عليه بهذا الوضع. ف
فدي سوء خاتمة. والإمام ابن القيم قال ولقد أجر الله الكريم عاد إمام ابن كثير ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. كثير ممن يخذل في سكرات الموت بسبب هذه الذنوب التي في الخلوات. فأصل الانتكاسات كما قال ابن القيم من ذنوب الخلوات، ينتكس بسبب ذنوب الخلوات. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شيخنا بعد إذن حضرتك بس أترك الدعاء. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم الكرب وأن يصل لنا ولكم الأمر وأن يسترنا وإياكم بستر وأن يحفظنا وإياكم بحفظ. سمحت لي حضرتك بس عندي سؤال. نعم. أترك الدعاء أولا. يعني أنا وزوجي نبذي على يعني دائما في خلاف او على اشياء تنفع جدا، بس انا بحاول ان انا اسمع كلام هو دائما بتهني ان انا يعني طفلة في افعال يعني مش عارفة. انا بحاول اسمع كلام بضيف كل شيء بعمله كل اي شيء بيطلبه مني بس ما عرف يعني انا مش عارفة اتعامل معاه ازاي. شخصية زوج يا أختي هل شخصية متسلطة شديدة يعني ما بديش فرصه يكلمي ولا أنه يراوغ ولا إنسان ذكي وحكيم في تصرفاته ولا بيعدي المشاكل وخلاص ولا إيه حدد عشان أقدر أتواصل معك. كويس متسلطة شيء بحب يعمل اللي هو عايزه يعني بس لا يعطيك فرصة للكلام للنقاش معاه. لا ما بيسمعنيش خالص، حتى بفضل اقول له لازم تسمعني عشان يعني مش بعد كده نتخانق او في مره اقول لك انا مثلا بفرنك او انا هسيب البيت، فما بيسمعنيش خالص. طب انت متزوجه بقالك كام سنه؟ ده بنقول لاخواتنا جميعا ده اللي انا يعني فهمته من السؤال. الاخت بتتكلم على ان زوجها ما بيحاولش يسمعها خالص، هي بتسمع كلامه عاملها على انها طفله. ماشي انا يعني قضية لم تتضح بعد، ولكن عاوز أقول يا أخواننا بالله عليكم نركز شوية، نركز شوية في الحلقات ونحاول نكتب، والله نكتب هنستفيد، أحسبكم هتستفيدوا يعني. اكتبي يا بنتي يا أختي اللي أنا بقوله، دايماً نقول أنواع الشخصيات، شخصية متسلطة ما بتديش للزوجة فرصة تتكلم ولا نص كلمة، أو الزوجة بالعكس مش عارفة الزوج هيتكلم معاها نصف كلمة، مش قادر يتكلم معاها ولا هي قادرة تتكلم معاه، تسلط على طول، كلامي غلط ما فيش نقاش، ولا بيدينا فرصة تدي قرار، تدي تستشير، تدي إشارة طيبة، ولا إنها تنصحه نصيحة لله، ولا إن هي تدي له رأيه، ما بيسمعش نهائي، واحد تاني ما يكون في مشكلة بينسحب وخلاص. عاوز هدوء، هدوء إزاي وفي مشكلة موجودة؟ واحد تاني بيتعامل بحكمة وذكاء وعارف إمتى يتكلم وإمتى يسكت وإيه اللي يتقال في التوقيت ده وإيه اللي ما يتقالش. واحد تاني ماكر ومخادع. لازم يا أختي يا زوجة لازم تحددي، كل واحدة من أخواتنا تحدد نوعية الزوجها، نوعية شخصية زوجها عشان تقدر تتعامل معه. على كل حال لو مش قادرة تتكلمي كلام مباشر حاسمة التفريغ النفسي، اكتبي اللي انت بتشتكي منه لزوجك، حطي له على المكتب، قول لو سمحت على اذنك اقرا الورقه دي. او حاضر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نكلم الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا اختي معاك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسعدك يا اختي، الله يكرمك. انا عايز اسال حضرتك، انا ابني ميت بقاله 9 شهور دلوقتي. اسال الله عز وجل ان يكون شفيعا لكما عند الله يوم القيامه. فهو ده يعني مات في بيته وبيتوضا. بيت ايه؟ الله اكبر الله اكبر، اللهم ارزقنا واياكم حسن الخاتمه. فهو كان بيغسل الجامع كل خميس، وكان يعني بيبص على ايدي وعلى ريكي، بس انا ما عنديش صبر، بطلش عيات عليه. بطلش ايه؟ ما ببطلش عيات عليه. نعم يا حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
انا اكلمك معلش. اتفضل يا حبيب قلبي. والله يا شيخ احنا يعني لا انا اكلمك انا بس معلش. اتفضل مع حضرتك. ايوه يا شيخ. مع حضرتك. انا ابني يعني ابني توفى عنده 18 سنه بالظبط. اسال الله تعالى ان يرحمه رحمه واسعه. يا رب يا رب يا رب والحمد لله يعني توفى على خير وربنا يحفظنا جميعا يعني. امين يا رب. بس والدته يعني بكاء شديد وبقول لها استعيني بالصبر والصلاه بس يعني مش يعني عايزك يعني تديها درس كده يعني. حاضر يا عم الحاج. حاضر 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 حاضر. وجزاكم الله خير وادعوا لنا بالصبر والله. حاضر يا عم الحاج. الله يسعدك الله يسعدك. لا اله الا الله. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أختي يا أمي يا أخي الحبيب الله يرضى عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. الله عز وجل يقول عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال السلف أي كالماء المنهمر. إحنا ما نقدرش نحصي عدد قطرات الماء فكذلك لا نستطيع أن نحصي عدد الحسنات اللي بيحصل عليها الإنسان الصابر. يا أختي اصبري واحتسبي وارضي بقضاء الله عز وجل وقدره. والله من أجمل ما سمعت أنك قلت بأن ولدك قد توفاه الله عز وجل وهو متوضئ. هذا ذكرني بأخي محمد الأكبر أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. آخر يوم في وفاته كان بيأسسه معهد أزهري في قريتنا وصلى بالناس ورجع إلى البيت قال لي زوجته حضري الطعام ودخل يصلي سنة المغرب أو العشاء على ما أذكر. دخلت زوجته وجدته مات وهو يصلي بين يدي رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة على عمل يرضيك. هذه نعمة من الله عز وجل أن يرزق الإنسان حسن الخاتمة. والإنسان طالما عاش على طاعة في سره وعلني يموت على طاعة. عجب الكلام ابن كثير ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. ربنا عز وجل يرفع درجتكما بابنكما هذا في الجنة. اصبري واحتسبي وارضي بقضاء الله عز وجل وقدره. دايما يا أختي بنقعد نقول ندعي رضيت بالله ربا. هذا قدر الله عز وجل. الذي قدر له الحياة هو الله والذي قدر له الموت هو الله. فعليك أن تصبري ولا تجزعي. تذكري الآية دي كويس. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أي كالماء المنهمر. إحنا ما نقدرش نحصي عدد قطرات الماء التي تنزل من السماء فكذلك الحال لا نستطيع أن نحصي عدد الحسنات التي يحصل عليها الإنسان الصابر على ما ابتلاه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم مد لهم في قبورهم مد أبصارهم. كذلك حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك يا شيخ أنا عرفت ان زوجي بيكلم بنات عشات. نعم. واتكلمت معاه فحاول ان هو ايه يقول لي ده حد بيتكلم يعني غيره وكده يعني. حاضر يا فاعمل ايه؟ حاضر حاضر حاضر. وارجوك يا شيخ ادعي لي بالهدايه ربنا يهديني. اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الايمان حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب.
يدخل في موضوعنا برضو ده من ضمن مقدمات الوقوع في الحرام مسألة الكلام مع البنات على الشات. وأنا بنصح كل أخ مسلم لله عز وجل خاصة من إخواننا الدعاء لا تقبل على صفحتك أي حد من الأخوات، هن أخوات صالحات طيبات مباركات، مش هنتكلم في أي أمر من هذه الأمور، ولكن بنقول حفظ على قلبك وحفظ على دينك. لكلنا أصحاب أخطاء وكلنا أصحاب ذنوب، ولكن بنقول الأخ المسلم كده اكتب ممنوع الحديث مع لا استقبل عند اخوات على الصفحات، لا عايز يسجل اعجاب يسجل اعجاب، ولكن دخول ومسألة الحوارات ومثل هذا لا احب ذلك لنفسي ولا لك، فانت اخي دين، اسال الله تعالى ان يبارك فيكم جميعا. عاوزين نقول لاخواننا والاخوات تركز برضو فيما هو اتمن كلام، عايزين نقول للاخت كوني انت قدوه، ده من ضمن العلاج بقى، كوني انت قدوه في البيت، ساعة الصلاة قومي صلي الله أكبر، حبيب قلبي أنا هقوم أصلي المغرب، حبيب قلبي أنا هصلي سنة المغرب، حبيب قلبي أنا هصلي العشاء، حبيب قلبي أنا هصلي الفجر. خلي الكلام دايما مسبق بلفظ طيب. حاضر، السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ تفضل يا أختي، أهلا وسهلا. أنا يا شيخ عايزك تنصح ازاي انصح والدي، والدي بيقع في المعاصي دي وانا مش عارفه اعمل له ايه، نفسي ربنا ينجيه من اللي هو بيعمله ده، مش عارفه ازاي يا شيخ، ما بيصليش وهو عدى 60 سنه وانا نفسي اعمل له اي حاجه مش عارفه اعمل له ايه يا شيخ. حاضر يا اختي، حاضر 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 يا اختي، حاضر. ماشي شيخ، شكرا، مع السلامه. السلام عليكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل حرصك على والدك في ميزان حسناتك. يا إخوانا ده من ضمن البر، إن أنا أحسن إلى أبي وإلى أمي بالقول الحسن وبالفعل الحسن وقلبي يحترق على إن في معصية، ولكن عايزين نقول دايما في الخطاب مع أولياء الأمور بالذات مع الأب والأم لابد إن احنا نستخدم أسلوب القرآن. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. أبوه بيقول قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. أبوه يقول له، ابن يقول له قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. عاوزين كلمة يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبي يا أبي يا أبتي يا بابا يا بابا، أي حاجة من اللي احنا بنقولها دي، التلطف في القول. ثم التودد، كل شاب يقول لي أبويا ما صليش، من ضمن كثير من الشباب ما بيصليش، بيسمع بيعمل بيودي بيقول بيغتاب بينم بيكذب بياكل. تودد اليه، امتى اخر مره لمعت جزمه ابوك؟ امتى اخر مره مسكت الفوطه وقفت عند الحوض لما يتوضى، لما دخل حمامه وطلع، امتى وانت على الطعام قمت جبت كوبايه عصير وحطيتها جنبه اتفضل يا ابي، امتى قبلت ايده، امتى قبلت راسه، امتى قبلت رجله، امتى اتصلت بيه في التليفون تتودد لي يا ابي لما بسمع صوتك انا برتاح، ادعي لي ربنا يبارك في عمرك، يا ابي كل خير انا فيه سببك انت، انت من ضمن الاسباب في ذلك، ده انت السبب الرئيس بدعائك ليا. عايز اقول للاخت الكريمه ربنا يبارك في عمرك يا بنتي، عليك بالدعاء، الصبر مع الدعاء، الدعاء الدعاء، تذللي الى الله عز وجل بهذا البكاء، الهي وسيدي ومولاي، عبدك كثر خطايا والذنوب، طرق بابك تائبا فلا تردني خائبا، يا رب اقبل توبه ابي، خذ بيده الى طاعته. كلام فاضفضي وأنت في حال الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ثم أكثري من الصلاة والسلام على النبي محمد وآله، والله يا إخواني بالصلاة والسلام على النبي تفرج عنا الكروب. النبي صلى الله عليه وسلم علم سيدنا أبي بن كعب في آخر الحديث لما كان بيقول له إني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، في الآخر الحديث قال له أصلي عليك، أصلي عليك كل يعني من ضمن دعائي كل الصلاة عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ربنا عز وجل يكفيك شر هذا البلاء وشر هذا الهم والنكد والغم والحزن. أكثري من الصلاة على النبي خاصة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، في يوم الجمعة يا بنتي ساعة، يا إما الساعة دي ساعة إجابة، إما من ساعة صعود الإمام إلى المنبر أو ما بعد العصر، وده على الرجح من أقوال أهل العلم، خلي الساعة دي دعاء، ادعي ربنا إن ربنا عز وجل يهدي أبوك. كم من أناس ما كانوش مسلمين ثم من الله عز وجل عليهم بالإسلام، كان بيقولوا لو أسلم حمار وخطاب لأسلم عمر بن الخطاب، وأسلم
وفتح الله عز وجل به بلاد الإسلام والمسلمين. فلا تعتقد أن أبوك ربنا مش هيتوب عليه، لا، خلي عندك أمل، خلي عندك أمل في الحياة، أن بدعائك وتذللك وتضرعك وبكائك برئيد ربنا عز وجل أن ربنا هيهد أبوك. اعملوا له أكلة بيحبها، اقعدي جنبه، كلميه عن حسن الخاتمة، قصة كده عن حسن الخاتمة وقصة تانية عن سوء الخاتمة. كل شوية حاولي وانت قاعدة معاه تجيبي أي حد قناة من قنوات الشرعية بتاعتنا يسمع كلمة، شريط لو استطعتي، كمبيوتر شغال، آية يا أبي في آية اتقالت في القرآن أنا مش فهمها، ممكن تفهمها لي؟ قولوا له الآية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. توددي إليه بالكلام الطيب، اشتري له هدية، اكوله جلبيته، يا أبي جايزت لك القميص بتاعك، مش اسمها جلبية اسمها قميص، جلبية للنسوة، كونت لك القميص بتاعك، ولما اعطيت لك الجزمة ده البرفان بتاع حضرتك وده الحذاء بتاعك عشان حضرتك تروح المسجد. الكلام اللي فيه ود وفيه حب، لو معاك فلوس وهو الدنيا معاه شوية اديله مال فلوس، انزل اشتري له حتة قماش وواحد يخيطها وتتعامل قميص لوالدك، تقبيل ايده، تقبيل رأسه، وضع الطعام قدامه، دايما تؤثري على نفسك مثل هذه الأفعال، إن شاء الله تعالى تأخذ بيد والدك إلى الخير. نعم، السلام عليكم. الله يسامحك، قول آمين. طيب الراجل مش عايز يقول آمين. طيب ماشي، أربع دقايق هيبقى لسه لنا عشر دقايق، أنت حر بقى عايز تطلع نزل التتر، أنت حر. عايزين نقول لإخواننا من ضمن العلاج، كوني قدوة يا بنت قدام جوزك، لا تشوفي موسيقى ولا تشوفي كليبات ولا تروحي تحضري فرح في مثل هذا البلاء ولا اختلاط عشان تمنعي جوزك، انت قدوة، هو هيبص لتصرفاتك، عامله لي فيها شيخة، طب ما اشوفك بقى، ما انت بتعملي كذا، هتضيع الدنيا، كوني انت قدوة قدام زوجك. ابتعد عن الاختلاط العائلي، اوعي تخلي زوجك يقعد مع اولاد خالتك ولاد عمتك، اولاد خالته ولاد عمته، كله خلطبيطة كده في العيلة. يا بنتي ده كلام مرفوض شرعا، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، كل امرأة يحل له الزواج منها يحرم عليه الاختلاط به، لأن الاختلاط يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. لا تتركي زوجك يجلس قدام الإنترنت وحده، ونصيحة للآباء، خلي الإنترنت عندك في وسط الشقة، اللي رايح واللي جاي شايف الشباب شايف الأسرة، بس بقولك مع جلوسك مع زوجك في نفس الحجرة اوعي يشعر منك بالتجسس، ولا يشعر منك ان انت عملاله فيها مخبر، ولا يشعر منك ان حاس ان انت مراقبة عليه، لا 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 لا، حسسين ان انت بتحبيه، حسسين ان انت قاعدة جنبه عشان بتاخدي العطف منه، حسسين ان هو فعلا وحشك. الاخت اللي كانت بتشتكي الوقت، يا بنتي اعملي كده، بلاش مرعبة ولا يشعر ان انت لك رغبة في التجسس عليه، بل خلي يحس ان رغبتك في الجلوس معاه ما هي الا تودد وحب وألفة ومحبة، وكوباية عصير، وبعدين كوباية شاي، وبعدين كوباية تدبينة تهدي اعصابه، وبعدين الكلام الطيب، وتروحي تتكلمي معاه، ام عاوزة تسلم عليك، ابويا عاوز يسلم عليك، اخواتي بيحبوك، ده في حد عاوز يعزمنا، اشغليه حواليك. ثم اشغليه، اعمل ايه يعني؟ اقولي له حبيبي ممكن تسمعني الايتين دول؟ طب بنتك حفظت النهارده، مكلفه بحفظ صوت الضحى في المعهد او في المدرسه، ممكن تحفظها لها؟ اشغلي يا بنتي، ما اقعدش لوحده، اشغلي جوزك. او حبيبي ده انا قرات قصه والله اتاثرت بيها وقلبي وجعني، طب بالله عليك تقراها، مأثره فيا جدا، واحد مات على سوء خاتمه، مات قدام الحرام. دايما قلبك فعلا يحس ان انت متاثره وانت بتتكلمي معاه، مش كلام بارد، لا، حاولي تستجمعي مشاعرك. اقول لك بكش عليه وعيطي، ينفع يا عم؟ ايوه كده، ما انت ما تكون محتاجه حاجه تعيطي وتبكي وتتذللي، يا حبيب قلبي والله بموت فيك وبحبك، انت اللي مش فاهمني، ياي، وتضرب رجلها في الارض. الحركات الفايبريشن دي اعملها معاه. ايوه، احكي له قصه وانت متاثره بيها، مش قصه كده الدنيا فيها برود، لا، حاولي تستجمعي قواكي عشان تقدري توصلي له اللي انت عاوزاه. حاولي تقضي معاه وقت عاطفي في موده وحبه وحب والفه، حاول تحط المطبخ مكان الحمام والبوتاجاز مكان الصالون،
والتلاجة مكان الغسالة وبرفان الشقة وخلي فيها بخور وخلي فيها طيب خلي بيت الجنة واحد. الشيخ ده بيحلم يا ستة الله يصلح حالك. احنا بنقول لك علّه هينفعك والله والله العظيم قد يكون بنقطة واحدة من دي ربنا عز وجل يفتح لك الأبواب. ثم كوني دايما طيبة الوجه. لو انت انسانة فقيرة مش لازم الا ميك اب والبتاع والحاجات الصعبة دي، لا ما انت ممكن بسيط جدا كريم بسيط او اكثري من الوضوء يبقى وشك منور كده. الناس اصلا ما يقول الصلاة نور الله اكبر. واحدك من الاخوات لما كان زوجها يحصل فيه مشكلة معاه اول ما ينزل من الشقة تتوضى جري الله اكبر وتصلى ركعتين 10 دقائق جوزها طلع يا سلام. او والله والله العظيم كده قال لا انت ما مشيتش ليه؟ لا سبحان الله حصل وغلط تصبح حد من البيت تاني. اه دي طاعتك وعبادتك لربنا. عايزك وشك نور ويبقى جميل. ابعدي بقى عن شيل الحواجب وعن التلمس. لعن الله الناموسه والمتلمصه. مهما عملت كده عشان تبقي حلوه في عين جوزك سيسخط عليك الله ويسخط عليك زوجك. ارضي ربنا. جوزك قال لك شيل الحواجب دي نو ما بعملش كده. انا برضو ربنا تسمعش كلامي. طب ما تسمعش كلام ربنا، تسمع كلام ربنا الاول. ترضيش اوعى تسمعي ولا تسمعي كلام المفتنات الفاتنات اللي تقعد تقول لك اعمليه كده وظبطيه من تحت وشيليه خالص وارسميه. اعوذ بالله يا بنتي المراه اللي تفعل ذلك ملعونه، يعني مطروده من رحمه الله. اتقي الله وعهديني الوقتي اسكت الله يهديك. وعهديني الوقتي ان انت تتركي هذه الكبيره للتلمس لله عز وجل، وعشان ربنا عز وجل يلقي محبتك في قلب جوزك ما يبصش للنساء غيرك. إن اتكلمت تاني هكمل ربع ساعة، أنت حر. كوني طيبة الوجه، مشرقة البسمة، مع ذلك طيبة الرائحة. دايما في البيت. البصل والثوم ده في المطبخ. بعد كده مثل العرق والكلام، لا، جاري على الحمام، تغتسلي، تبقي متطيبة، متزينة في البيت. آخر حاجة خالص. خلي كلامك مباشر لجوزك، حبيب قلبي أنا بحبك. أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنا بدعي ربنا إن ربنا يجمعني أنا وأنت في الجنة، بالله عليك، أنا ادعي لي إن ربنا يتوب عليا من المعاصي اللي أنا بعملها عشان ربنا عز وجل يرضى عني، هو يقول لك طب وأنت ادعي لي إن ربنا يتوب عليا من المعاصي اللي أنا بعملها عشان ربنا عز وجل يجمعنا في الجنة. دي كان لقائنا في حل هذه القضية، وهي قضية تشكي منها الأخوات، وهي النظر إلى نظر الرجال إلى المحرمات عن طريق الانترنت وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفيت بالغرض وخرجت اللي جوه الأخوات، وبعدين يعني ذكرت طرق العلاج كما هي كما شرحتها آنفا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. وأنا بعتذر أعتذر لكل أخ اتصل علي ولا اوفي بالرد، او حد بعت رساله على الواتساب او الفايبر وردت عليه بعد يومين ثلاثه، والله العظيم انا ما انا مقصر في حق زوجتي واولادي. مضغوطين دعويا ونكتب مستعد. كان في اخ تذكر اخ لقاء الفات سالني على انه جامع امراته في دبرها، وطبعا دي كبيره من الكبائر، فانا اعتقدت من الكلام انه جامع في حال حيض. اذا كان في فعل ذلك دي كبيره من الكبائر وعليه ان يتوب الى الله عز وجل. اما اذا كان في حال حيض كما قلنا الفقهاء تكلموا في مسألة إذا كان في أول حيض أو نصف الحيض يبقى نصف دينار أو دينار كامل، ولكن أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة طيبة. أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب مع النبي في أعالي جنان الخلد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا بعتذر لأخونا في الكنترول، السلام عليكم ورحمة الله.